حلت اغتيال لحق طيها بدون عنوان. صرخت فقير بلادي لو بس كنت مكاني في حلت اغتيال. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حالة اغتيال. أحب بس في بداية الحلقة النهاردة إن أنا أدعو لمصر إن ربنا سبحانه وتعالى يعديها بسلام من هذا المنعطف التاريخي، وأدعو جموع الشعب بكافة فئاته وطوائفه إلى ضبط النفس والالتزام بالحكمة ونبذ العنف، وكلنا مصريين كلنا بندعو إن ربنا سبحانه وتعالى يعمل الخير لمصر أيا كان. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بالخير لمصر، ندعو ربنا ان هو يهيئ لنا الخير. موضوع النهاردة أعزائي المشاهدين هو قضية مطروحة على الساحة الآن وقبل ذلك وبعد ذلك، قضية بتمس كل أسرة لديها ابنة، تمس كل مولودة، تمس كل أنثى، وهي قضية ختان الإناث. هذه القضية التي تباينت حولها الآراء واختلفت الاتجاهات والرؤى ما بين التحريم وما بين الوجوب، ربما تختلف الآراء حول قضية ما، يكون الاختلاف اختلافا بسيطا، اختلاف البعض يوجب والبعض يقول أنه مستحب، ولكن الاختلاف حول هذه القضية اختلاف بين وجهتي نظر بعيدتين كل البعد عن بعضهما. البعض يقول أن ختان الإناث واجب وحتمي ويستندون إلى بعض الأدلة في ذلك، وآخرون يرى أن ختان الإناث هو جريمة في حق الأنثى. ويمكن أنا النهاردة بالتحديد يعني فكرنا أن احنا نثير هذه القضية ونناقشها، لأن حصل في الأيام القليلة الماضية جريمة في حق أنثى. هذه الأنثى هي سهير الباتع البالغة من العمر 13 سنة، والتي توفيت في أحد مراكز محافظة الدقهلية على يد طبيب أجرى لها عملية ختان، توفيت إثر هذه العملية. فكان لابد أن نطرح هذه القضية للمناقشة مرة أخرى من خلال وجهتي النظر، ونطرحها ونبحث في حيثيات كل رأي وحيثيات كل حكم حول قضية ختان الإناث. نرى أن هناك كثير من منظمات حقوق الإنسان، ونرى أن دار الإفتاء المصرية والعديد من الشخصيات العامة بالإضافة للمجلس القومي للمرأة أدانوا حادث اغتيال ووفاة سهير الباتع، وأدانوا عملية ختان الإناث على وجه العموم، ودار الإفتاء أصدرت فتوى بتجريم وتحريم ختان الإناث. ولكن هناك آراء أخرى ترى أن ختان الإناث واجب، وهناك نواب في مجلس الشورى وفي مجلس الشعب قاموا بتقديم مشروع لإقرار وجوب ختان الإناث. أين الحقيقة؟ وهل ختان الإناث له أضرار؟ وإذا كانت له أضرار فكيف يحكم البعض بحتمية وجوب ختان الإناث؟ كل هذه التساؤلات سوف نبحثها في حلقة الليلة من خلال وجهتي النظر كما ذكرت لحضراتكم. وأحب بس الأول إن احنا نرحب أو أرحب بضيفي العزيز اللي مشرفني في الاستوديو النهاردة على الهواء مباشرة، فضيلة الشيخ محمود الأبيدي، عضو هيئة الأوقاف بمحافظة الدقهلية وإمام وخطيب مسجد الجمال بالمنصورة. برحب بك يا شيخ محمود. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، أحب برضه أقول لكم إن احنا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة هيكون معانا على الهواء مباشرة السيد أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب السابق، ليحدثنا عن الرأي الآخر في أو حول قضية ختان الإناث. برحب بك يا شيخ محمود في بداية حلقتنا الليلة. وأحب بس أسألك أولا عن رأيك، أنت رجل دين، عن رأي الدين وحكم الدين في حول قضية ختان الإناث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سار على نهجهم ودربهم واتبع سنتهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
بريء ذي بدء أبدأ كما بدأت وتفضلت حضرتك بالدعاء لمصر الحبيبة. أسأل الله جل وعلا أن يقي مصر شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يرد الناس جميعا إلى الحق والعدل، ويهدم إلى صراطه المستقيم، وأن يحقن دماء المصريين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في المقدمة الأمر اللي حضرتك كلمت فيه أمر مهم جدا جدا، وإن كان يعني بعيد عن الأحداث الحالية، ولكن تعال نشوف النهاردة الحالة اللي حضرتك بتتكلم عنها، وتعال نشوف آراء الفقهاء. احنا التزمنا في الأزهر الشريف، وتعلمنا في الأزهر الشريف ان احنا لابد ان نثبت الى قواعد تثبت من الدين الإسلامي بالدليل من الكتاب والسنة المطهر. لا شك انني كرجل من رجال الدين الإسلامي او كداعية إسلامي او كإمام وخطيب تعلمت في الأزهر الشريف انه لم يثبت نص صريح بالوجوب، وكذلك لم يثبت نص صريح بالتحريم. إذن هناك مدرسة فاصلة ما بين المدرستين، ما بين الوجوب وبين التحريم. طيب الأول، بما أن حضرتك بتسألني عن حالة الختان، ما هو الختان؟ المعلوم لدى الجموع من الناس أو لدى العوام من الناس أن الختان معناه القطع. أبدا، عمر الختان معناه ما كان القطع، ولكن الختان في تعريفه اللغوي الدقيق هو معناه الشق، وهذا الشق هو ما يحدث حالة من حالات التخثر في بعض الخلايا، والتي تجعل الأنثى ذات شكل جميل. ولكن إذا كنت تتحدث عن المفهوم اللغوي للختان فهناك مفهوم موضوعي. تمام. والمفهوم الموضوعي تمام. أعتقد أن هو يشير إلى بتر عضو. تمام. لو جينا نبص في نص الحديث الذي يستدل عليه أصحاب مدرسة الوجوب، هتلاقي الحديث ده كان للسيدة حبيبة حينما هاجرت نساء الأنصار، سألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا زال ما في يدك في يدك؟ فأجابت سيدة حبيبة: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما وتنهاني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال، ولكن اجلسي لأعلمك. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخفضي ولا تنهكي. إذن في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حث على أهل التخصص. ليه؟ تعلمنا في طبيعة حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما ما يذهب إلى أمهات المؤمنين ويعلمهن، فيعلمن نساء المؤمنات. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني بحث عن المرأة التي تمارس هذا العمل منذ فترة، وقال لها: اللي في إيدك لسه بتعملي زي ما أنت؟ يعني هل لازلت تقومين بختان الإناث؟ قالت: نعم. فقالت: وإن لم تنهاني عنه فيكون حراما يا رسول الله. فقال: بل هو حلال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن مين؟ المتخصص. ونحن في زمان يعني لا يخفى فيه على امرئ ان النهارده عشان اعرف نوع الجنين في بطن الام، او علشان اعرف الخلايا المعينه مريضه بكذا في بطن الام، او الام تحمل في بطنها توأم او بنروح للطبيب او للطبيب النهارده. فلماذا لا احتكم الى الاطباء؟ الامر في نظري كرجل من المهمومين بالدعوه الاسلاميه نظر امر طبي بحت، ولا علاقة له بالأمر الشرعي إلا أن يقول الطبيب أو الطبيبة. يعني النهاردة الطبيبة المتخصصة أو الطبيب المتخصص يعرض عليه. كان شيخ محمود، إذا كان الأطباء أو الرأي الأغلبية من الأطباء أجمع على الضرر الواقع على الأنثى جراء عملية الختان. جميل. هذا الضرر يقول به من؟ الطبيب. أنا قلت لحضرتك ولا زلت أكرر، لا يجوز إن أنت تيجي لمحمود وتقول له أنا بطني بتوجعني اقرأ لي على شوية قرآن. ولا تروح للمتخصص. ولا تروح للطبيب وتقول له أنا عاوز، قلت لزوجتي أنت طالق في حال كذا وكذا كذا، فما الشأن؟ لكل تخصص. والإسلام هو الدين الذي يؤمن تماما بالتخصص. وأنا جايب لحضرتك كتاب، أول حاجة في عنوانه هتلاقي بهذا ألقى الله. هذا الكتاب لدكتور محترم، دكتور حسان حتحوت، هذا الرجل كان طبيب نسى. بس ما يعني قبل ما حضرتك تكلمنا في الكتاب، انت ضد مبدا وجوب ختان الاناث ولا التحريم؟ اذا انت ضد مبدا الوجوب ايضا ولا التحريم؟ ولا الوجوب. التحريم تمام. اذا عرض الامر يعني مساله الوجوب دي انت مش معاها؟ لا. ولا التحريم معاه؟ ماشي. ولا التحريم. اذا حضرتك النهارده من الذي يقول بالوجوب والتحريم؟ الطبيب والطبيبه، هو المتخصص في هذا الشان، هو الذي يرى وينظر. انا اب لثلاثه من البنات، ان شاء الله في يوم من الايام ساذهب بهم لطبيبه متخصصه وهي اللي تقول لي ده ينفع او ده ما ينفعش، دي تقبل او تريد وهذه لا تريد. اذا هذا شانها، هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت اخضعت الامر دلوقتي لاراده الانثى. لاراده الانثى مع الطبيب المتخصص. ما هو انت حضرتك النهارده لما بتحدث لهذه الانثى عمليه نفسيه
بتحتاج لطبيب نفسي. أكيد. لما بتحدث لها حالة من حالات المغص بتحتاج لطبيب أمراض بطنة. لما إذا هذا الأمر يحتاج إلى طبيب، لأن الأصل في الختان يا أستاذ عمرو هو شيء من الأشياء التجميلية. يعني الختان عملية تجميلية بالأساس. صحيح. وليست عمليات بتر ولا عمليات قطع ولا لا، الختان هو نوع من أنواع العمليات التجميلية. ولكن أنا لا أعتقد أنه في الأساس عملية تجميلية، ولكن ما يقصد بوجوب الختان ليس للغرض التجميلي بقدر ما هو للغرض حسب الحيثيات التي قيلت في هذا الرأي. هو عفة للأنثى. تعال نشوف في فتوى سيدنا الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في الفتوى رقم 709 الموضوع 1202 في ختان البنات في 29/1981 حينما كان مفتي الجمهورية. قال: اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجب. طبعا إذا تحدث الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله فليصمت الجميع. يعني إذا حضرتك هنا بتدلل على أنه ليس واجب. لا، هو قال اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجبة. إذن هنا اختلاف الفقهاء واختلاف العلماء ده ليه؟ للرحمة. تعال بقى نتكلم في كتاب الدكتور حسان، وهو راجل محترم وكان طبيب نساء بالأساس. هذا الكتاب أقدم له أستاذنا الدكتور مصطفى محمود عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان. في مقدمة الكتاب أمر مهم جدا بيقول: ولو أننا تحدثنا عن ختان البنات، يقول الدكتور حسان، إنها عادة قديمة لا علاقة لها بالإسلام، وقد اكتشفت في أثناء عملي كطبيب أمراض نساء عددا من نساء الحبشة المسيحيات مختونات، ولو كانت تلك العادة من الإسلام لكان بها أهل نجد وأهل الحجاز. يعني إذن هنا بيقر في هذا الكتاب أن هذه ليست سوى عادة. 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 من عادات الإسلام. بدليل أن لو كانت هذه سنة. مين بقى اللي يقرر العادة دي؟ إذن حضرتك النهاردة قص الشارب بتحتاج لمين؟ يعني هي عادة وليست سنة. الطبيب بيتكلم في كده. الدكتور حسان حتحط رجل طبيب كان طبيب نساء وتفرغ للدعوة وأصبح باحث إسلامي ومفكر إسلامي، وأنا من الناس اللي هو رجل متفتح جدا وقدم له رجل منفتح جدا دكتور مصطفى محمود، ولا يعني أختلف على علمهما أو فكرهما أحد. لكن تعال نتكلم الرجل ده لما قال الحكاية دي وأثبت هذا الأمر، هو كلام منطقي جدا. الكلام ده لو هو بيشتغل طبيب نساء ما شافش نساء مسيحيات من نساء الحبشة مختونات، يبقى كانت الأمر مقصور على الإسلام. لما كان الأمر غير مقصور على المسلمات والمسلمين، يبقى كان أولى بهذا الأمر أهل نجد وأهل الحجاز، وده مش موجود أصلا. تمام. فيعني أصحاب مدرسة الوجوب دائما هم الناس اللي راحوا تتعلموا في مدرسة أهل الحجاز، ومع ذلك لا يوجد عندهم هذا الأمر. ومع ذلك تعلموا في مدرسة أهل الحجاز وهو الحجاز أهل الحجاز نفسه، ويصدر هذا الأمر عن قناعة كلامية مسموعة. المسموع أن البنت إن لم تتعرض لهذا الأمر هتعمل وهتعمل وهتعمل وهيكون وهيكون. يا أخوانا من الذي يتحدث في هذا الأمر؟ طب شيخ محمود أقول لحضرتك على حاجة. حضرتك دلوقتي يعني بتقول إن هذا الأمر يعني له لا يوجد دليل على التحريم ولا يوجد دليل على الوجوب. تمام كده؟ تمام. إذن أنت أيضا كما أكدت على عدم وجود دليل على الوجوب، فلا يوجد دليل على التحريم. تمام. طب ماذا بما تفسر موقف دار الإفتاء المصرية حيال هذه القضية بتجريم وتحريم ختان البنات؟ هو ده طبعا احنا النهاردة في زمن المنظمات الحقوقية، وطبعا لا يخفى على احد ان المنظمات الحقوقية بتاخد شأنها في الامر، وطبعا اجتهاد العلماء يعني كل يجتهد في مدرسته، ولست يعني اهلا لان اتحدث عن اجتهاد عالم كمفتي الديار المصرية، ربنا يكرمه ويرفع من شأنه وقدره. ولكن تعالى اقول لحضرتك ان احنا يجب علينا كما تعلمنا في الازهر الشريف حسن الظن. فطبعا احنا مصاحبة الاخيار بتعلمنا حسن الظن بالناس، ومصاحبة الاشرار بتعلمنا سوء الظن بالاخر. فانا لا اسيء الظن لا بمن قال بالوجوب ولا بمن قال بالتحريم، وانما انا ارى ان هما الاثنين يعني ذهبوا كل منهما ذهب الى مدرسة اجتهد فيها على قدر ايه علمه. بس احنا عندنا قاعدة ذهبية معروفة بتقول متى يثبت الضرر تثبت الحرمة. فربما كان ما هو ده اللي ممكن تكون استند عليه، فربما كان هذا هو الذي ذهب اليه فضيله المفتي ربنا. اذا كان ذهب اليه فضيله المفتي او دار الافتاء ذهبت اليه بناء على
ابحاث علميه اقرت بذلك تمام. من خلال متخصصين كما ذكرت حضرتك. لا هو اكيد اللقاء. اكيد وبالتاكيد ده حصل تمام. المؤكد من وجهه نظري ان هو يعني استند لهذه القاعده. اذا اذا صح هذا فهذا يوجب او بمعنى اصح ايه، اذا هذا يعني يؤيد الحكم التحريم. بالتحريم. وبرضه لا استند الى من يقول بهذا ولا انا اللي اقول. وانا بقول لحضرتك النهارده خلي بالك ان دار الافتاء مش هي اللي قالت، الاطباء المتخصصين يعرض عليهم، لان البنات ليست في هذا الامر سواء. شوف ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان الواحد باصابع خمسه باشكال مختلفه، لا انا ولا انت ولا الناس كلهم سواسيه في هذا بس الامر. انا يعني ملاحظ برضو ان حضرتك بتتكلم فقط من الناحيه الشكليه. لا انا لا اتحدث من الناحيه الشكليه، وانما اتحدث بتقول دلوقتي ليسوا سواء. حضرتك تحدثت عن جانبين فقط وهو الجانب الشكلي والجانب الاخر هو الجانب اللي هو رغبه الانثى في ان تفعل هذا او لا تفعل. تمام. صح الكلام كده. فكل هذا اعتقد ان هو يعني اعذرني انا لا صدرك فضل. اعتقد ان احنا ما زلنا ننظر نظره سطحيه لهذه القضيه. تعال للنظره، قضيه الرغبه وقضيه الشكل. النظره العميقه. النظره العميقه، النظره العميقه هي ان الاسلام هو الذي فرق بين التخصص، والاسلام هو الدين الاول الذي اثبت التخصص. هو الدين اللي قال ان طبيب النساء او طبيبه النساء هي اللي تولد، وطبيب الامراض الباطنه هو اللي يكشف على البطن، وطبيب المخ هو اللي يكشف على المخ والاعصاب، وهكذا. الدين بتاعنا لما عمل التخصص ده عمل لكل واحد منهج بيتعلمه ويدرسه، وبناء عليه يقرر من خلال التقريرات اللي بيقراها والعلم اللي درسه المستوى اللي هيقوله. اذا الامر ده ناحيه طبيه، هو الناحيه الطبيه هنا مستنده مع الناحيه الشرعيه. لذلك انا اتمنى ان حضرتك تجيب لنا اراء الاطباء في حالات معينه تقابلهم، لان انت لما بتقابل حالات انت بتقابل حالات مختلفه، والحالات المختلفه كل البنات في مجتمعنا دلوقتي لا تقبل بهذا الامر نهائي. بتقول لك انا بفتكر كده ان الدكتور هو كان بيعمل هذا معايا الامر ده كان جزار وسايب حاله نفسيه سيئه فيا. طيب لو كان هذا الطبيب ياخذ هذا الامر بسلاسه، وماذا لو كانت هذه البنت او الفتاه لا تحتاج بالاساس الى ختان؟ هختن ايه؟ ما هو الامر هنا معروض على الطبيب اولا. تقصد ايه حضرتك بكلمه لا تحتاج؟ يعني هو لو قرر لها من خلال الكشف عليها، او الطبيبه قررت للفتاه من خلال الكشف عليها ومن خلال فحصها طبيا انها لا تحتاج الى ختان بالاساس، وان تواجدها او خلقتها كما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه سويه ولا تحتاج الى تدوير ولا الى حلقه. بس انا اعتقد يا شيخ محمود ان يعني خلقه ربنا سبحانه وتعالى هي خلقه سويه على وجه العموم. تمام. الخلقه السويه يعني هناك يعني برضو في حاجه احب الفت نظر ليها، ان يعني مساله ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الانثى بعيب لابد ان يتم اصلاحه من خلال التدخل البشري، انا اعتقد ان انا ارفض هذا النظر. واحنا لا نقول ان هو هنا عيب، ولكن هنا ربما سبحانه وتعالى يكون واهب هذه الانثى اشياء تكون من الحاجات لا تجعلها ان هي تحتاج لهذه العمليه. عطاء. تمام. سالك سؤال وجاوبنا عليه بسرعه يا شيخ محمود. اتفضل. حضرتك بتقول انت اب تمام، وقلت ان انا لو خدت بناتي وديتهم هاخدهم اوديهم لدكتور الاول. سؤالي ليك. قلت الطبيبه متخصصه. لا انا اقصد لطبيبه. طبيبه يعني مسلمه ثقه. طبيبه اولا ان لم تجد لا متخصص، ان لم يكن فمتخصص. ماشي تمام. انا اقصد للتخصص للطب للعلم تمام يعني. ايه الدافع اللي يخليك تقول انا اوديها لطبيبه؟ طب ما انت خلاص ما تفكرش في موضوع الختان اصلا. طب وليه لو ما يؤثر عليها بالسلب؟ هل تعلم ان هناك بنات وفتيات لو لم تختن لصنعت لها حاله نفسيه سيئه؟ انا اعتقد والعكس. حسب رؤيتي انا او حسب يعني اجتهاداتي العكس. لا الاثنين، ان هي لو تم الختان ده حسب برضو على فكره اقوال كثير من العلماء والاطباء والامم المتحده وكده، ان هو لو تم الختان قد يسبب لها اضرار نفسيه. الاثنين صدقني، انت حضرتك النهارده لما بتروح لطبيب بتتالم من اي شيء اول حاجه بيعملها ايه؟ الفحص. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، لو احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاضرار النفسيه انت تسالني ايه الاضرار النفسيه اللي بتعقب عمليه الختان، انا ممكن اجاوبك. انما انا لو سالتك ايه هي الاضرار النفسيه التي يعني تصيب الانثى ان لم تختن، هل تجدني؟ في ناس قالوا نظروا اليها من النظره الشكليه، اللي هم اللي بيذهبوا لمدرسه الوجوب قالوا ان هذا الامر بيكون مثير جدا لغرائز الفتاه، مما يجعلها يعني صاحبه شكل مستفز، وده طبعا الاسلام نهى عن ذلك. وده اللي كان يظهر في لفظه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اشمي ولا تنهكي، او اخفضي ولا تنهكي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه الحديث يقول ايه؟ يقول فانه انظر للوجه وانه احظى للزوج.
خد بالك، بحث هنا عن حقية ظهور الفتاة أو المرأة بشكل جميل تمام. وفي نفس الوقت بحقية استمتاع الزوج بها بشكل أجمل. إذن هنا عمل عملية إيه؟ توازن. مين اللي هيحدث هذه الحالة من التوازن؟ طب وهل هناك توازن ما بين استمتاع الزوج وما بين استمتاع الزوجة؟ هنا بقى يعني حضرتك اتكلمت دلوقتي في هناك توازن أو جعل هناك توازن ما بين الشكل وما بين استمتاع الزوج. هنا بقى تقرير مين؟ تمام. الطبيب. الطبيب. الإنسان مين يا أستاذ عمرو لما بيحصل له حالة صداع، مين اللي بيقرر أو بيقرر له حالة التوازن بعد الصداع؟ الطبيب. أكيد. بوصف عقار طبي معين بياخده بيقوم مرض الصداع وهكذا. إذا الألم الطبي أو الشيء الجسدي أو الشيء العضوي مين اللي يتكلم فيه؟ الطبيعي. طيب شيخ محمود عشان معلش انا يعني ادقق شويه في اجابات حضرتك عشان طبعا يعني يهم المشاهد الكريم ان هو في النهايه يخرج بتصور تمام. لهذه القضيه وانت رجل دين تمام. وبالتاكيد طبعا رايك يهمنا كلنا تمام. لما حضرتك دلوقتي بتتكلم بتقول ان انا يروح اب يودي بنته للمتخصص او الدكتور او المتخصص تمام. او كده تمام. الطبيب على ما اعتقد ان نظرته هتكون فقط نظره شكليه او نظره للشكل، هل هو مؤذي ام غير مؤذي؟ لا. ابدا. صلى على سيدنا عليه الصلاه والسلام. اتجه الاطباء في المرحله الاخيره ان هم يناشدوا اهل التخصص الديني من العلماء والائمه والدعاء ان هم يعلموا الناس قبل ما الفتاه تتزوج وقبل ما الشاب يتزوج يروح يعرضوا نفسهم على الطبيب لعمل فحص طبي شامل. إذا كان هيبقى فيه نوع من أنواع الحالات الوراثية التي تجعل هناك بين الأقارب، لو الشاب تزوج بنت من أقاربه بيقوم يجيبه ولد عنده تخلف عقلي، كل ده بيكتشفه الفحوصات الطبية. إحنا يا أستاذ عمرو في زمن النهاردة زمن متقدم جدا، والأصل في كل هذه الأشياء التكنولوجية الحديثة استخدامها علشان تخدم على الدين بتاعنا وعلشان تخدم على حياة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان ليعمر الكون جاب له كل حاجة مسخرة من أجله وجعل الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة علشان يسخرها من أجل خدمته. أنا المعلومات اللي بقولها لحضرتك النهاردة ما عرفتهاش إلا من خلال أطباء، وأنا النهاردة أوصي كل شاب هيتزوج وكل بنت هتتزوج إن هم يعملوا فحص طبي شامل لهذه الفتاة ونشوف حالتها المزاجية وحالتها النفسية. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأم على أن تجالس ابنتها وأن تصاحبها وأن تكون صديقة لها؟ ليه؟ علشان تعلمها، لان البنت دي لا تترك فريسه لمعلومات مصطنعه النهارده في مجتمع مفتوح بيحصل على معلوماته وقد لا نعلم مصدرها صحيح. فاذا النهارده انت جاي لشيخ جامع بتقول له يا مولانا انا عاوز اعرف الراي، فبنقول لك راي فتوى فضيله الامام الاكبر الشيخ جاد الحق، فتوى الامام الشافعي، قول الامام الشافعي بالوجوب. شوف، قال الشعبي وربيعه والاوزاعي ويحيى بن سعيد الانصاري ومالك والشافعي واحمد هو واجب. جميل، دخلنا في مدرسة من يوجب الأصل تمام. وقال الحسن البصري أن أبو حنيفة قال أنه لا يجب بل هو سنة. النهاردة بنتكلم عن مالك والشافعي وأحمد في الوجوب وبنتكلم عن أبو حنيفة في السنة. طيب يقدر محمود أو غيره من الناس الموجودين على الساحة الآن أن يتجرأ على الإمام أبو حنيفة؟ لا طبعا. بل بالعكس، أنا لما باجي أزوج حضرتك المأذون بيقول إيه بعد ما بيزوجك من ولي الزوج؟ وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. إذن وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أن الختان سنة، وعلى مذهب الإمام الشافعي بصلي، وعلى مذهب الإمام الشافعي أن الختان واجب. طيب كده أنا حيرت المشاهد. طب استاذنك اتفضل. احنا معانا بس مداخلة تليفونية من الأستاذ الدكتور يحيى وفا أستاذ أمراض النساء والتوليد. ألو. دكتور يحيى مساء الخير عليك. ربنا يخليك يا فندم. دكتور يحيى، احنا يعني موضوع حلقتنا النهارده عن ختان الاناث، وهناك طبعا اراء تباينت حول هذه القضيه ما بين الوجوب وما بين التحريم، ده من وجهه النظر الشرعيه، والناس اللي هم يعني حتى مثلا دار الافتاء استندت الى اراء بعض الاطباء في ذلك ان ده محرم لوقوع الضرر. راي حضرتك كاستاذ نساء وتوليد؟ طبيا حضرتك انا طبعا شرعيا مش هقدر ادي رايي. لا مش هتكلم عن شرعي، انا بتكلم عن الناحيه الطبيه فقط. لا، الناحيه الطبيه حضرتك هي عمليه ملهاش لازمه. اوكي؟ تمام. الا لما يبقى في عيوب خلقيه في منطقه الفرج نفسه. تمام. كلام جميل. لكن ان هي نقول لا ده لازم نشيله وكلام من ده، لا، هو ما لهاش دعوه بالعفه وما لهاش دعوه بالرغبه الجنسيه والحاجات دي. الشيل بقى هو اللي بيأثر. كلام جميل. يعني ان انا اشيل واحده ما يلزمهاش الشيل اصلا، ان انا اعمل عمليه ختان يعني، هو ده اللي بيأثر على الست بعد كده. لكن اذا كانت هي طبيعيه من بره اذا العمليه دي مش مفروض تتعمل. وهل ممكن العمليه دي تسبب اضرار للانثى يا دكتور؟
لو هي فرعيه حضرتك وانا عملت لها عمليه الخناق الختان اكيد هتسبب اضرار. طب العلاقه بينها وبين جزء مضطربه جدا. يعني مساله الاضرار دي دي دي, دي لو هي طبيعيه هتسبب لها اضرار اكيد يعني. انما مساله الاطلاق في الحكم بوجوب مش هتكلم برضو من ناحيه الدينيه لان الدين لا يمكن ان يتعارض مع الطب يا دكتور يحيى. تمام. فانما مساله ان هي لازم تختن على وجه العموم والاطلاق اعتقد ان ده مش من راي حضرتك. لا ده مش مقبول طبيا. تمام. طب هل هناك اضرار على المستوى العلاقه الزوجيه اذا تم الختان؟ ايوه دي ان هي مش هتحس بالاستمتاع، مش هتوصل لخدمه النشوه، وبالتالي هتبتدي ان هي مش عايزه الموضوع ده. تمام. هيبتدي يبقى في مشاكل بينها وبين جوزها. تمام. تمام. ماشي يا دكتور، بشكر حضرتك جدا على المداخله دي. الاستاذ الدكتور يحيى وفا استاذ امراض نساء والتوليد، بشكرك يا فندم على المداخله. كلام عظيم زي جدا. ما حضرتك طبعا سمعت الدكتور كلام جميل جدا. واحترمه واوقره. بل هذا الذي قلت. يعني انت حضرتك النهارده شوف الدكتور يحيى قال لحضرتك ايه. بس الدكتور يحيى قال لك ان هو يعني في بعض الاحيان إلا ممكن تحتاج. قال الا ان يكون. الاستثناء هنا ده من لا يعرفه. انا طبيب. انا كاب هعرف الاستثناء منين؟ ام زوجتي هتعرف منين حاله بنتي؟ اللي هيعرف الا دي الحاله الاستثنائيه دي مين؟ الطبيب. يبقى اذا نعرض الامر على اهل الطب والتخصص. ولكن حسب كلام الدكتور يحيى وهو استاذ طبعا في امراض نساء والتوليد قال ان هو على وجه الاطلاق لا، او بمعنى اصح القاعده العامه ان هو لا. طيب الا اذا كان هناك عيب الاستثناءات خلفي. الاستثناءات اللي هو الاستثناء يا شيخ محمود الاستثناء انا فاكر كويس جدا كلام الدكتور يحيى، الاستثناء اذا كان يوجد عيب خلقي. تمام. ده الاستثناء اللي انا مين اللي هيعرف ان في عيب ولا مفيش؟ ماشي، ما هو الطبيب. طيب اذا انا حضرتك الوجوب على الاطلاق ده مش صحيح. لا انا ما قلتش وجوب على الاطلاق. طيب. وما قلتش تحريم على الاطلاق. طيب. انا قلت الامر يعرض على الطبيب، والطبيب هو الذي يتحدث. لو رحنا للطبيب وقال هذه الحاله حاله طبيعيه ولا تحتاج الى ختان، طب خلاص ناخد بعضنا ونروح، شكرا يا دكتور جزاك الله كل خير. لو قال لا هذا الامر البنت دي تحتاج الى ختان وتحتاج الى تدخل طبي، خلاص يبقى احنا بنهيئها لزوجها علشان زوجها ما يجيش يشتكي للاب ويقول له انت جايب لي بنتك فيها حاله خلقيه كانت تحتاج الى كذا كذا كذا. النهارده حضرتك احنا بنسال في بعض الاحوال في مساجدنا عن حالات تزوجت وتحتاج الى عمليه ختان بعد الزواج. الاب مسؤول مسؤوليه كامله في ذلك. ما هو ده من ضمن تجهيزات الانثى يا استاذ عمرو. النهارده حضرتك انت بتهتم بانك تجهز بنتك، بتروح تجيب الثلاجه الغساله الهدوم بتلبسها بتعملها بتعلمها كيفيه التعامل مع الزوج كيفيه. اذا انت امام ربنا سبحانه وتعالى مسؤول مسؤوليه كامله ان تهيئها لزوجها. تمام. الشيخ محمود يعني احنا برضه عشان طبعا يعني احنا الجزء بتاع الحلقه خاصه بحضرتك تقريبا انتهى. فعايز كلمة أخيرة حضرتك تقولها لي. تمام. توجه بيها أصحاب هذا الفكر وأصحاب ذاك الفكر. والله يعني الإسلام دين الوسطية، والإسلام دين السماح. والله صدقني لو ربنا سبحانه وتعالى عملنا بكلامه ورحنا لآية القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا هذا الجميع. أصحاب المدرسة الوجوبية روح للدكتور أو الدكتور ويقول لنا، وساعة ما يقول نضرب لكلامه تعظيم سلام ونشكره. إنما حضرتك كونك تفكر إنك تودي حد من بناتك أو حد من بناتك يروح مثلا للدكتور أو كده، لا يقصد بهذا الذهاب هو العفة أو كده أبدا. يا أستاذ عمرو. تمام. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن السيدة حبيبة على وجه الخصوص وهي كانت بتشتغل في الشغلانة دي؟ ليه ما علمش السيدة عائشة؟ ليه ما علمش اي حد من امهات المؤمنين وقال لها علمي نساء الانصار كما كان يفعل، علمي نساء المهاجرين كما كان يفعل؟ انما بحث عن المتخصصه، فكانت هذه المراه في حكم الطبيبه في زمانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجلسي لاعلمك، يعني اذا ايه؟ بحث عن المتخصصه علشان يشغلها في نفس التخصص بتاعها. لو بحثنا عن ده النهارده هو ايه اللي خلى النهارده فتاوى الدين الاسلامي كثرت على هذه الساحه والناس انزعجت مما يحدث؟ عشان النهارده كنت حضرتك بقيت بتسمع يعني رجل في غير التخصص. اكيد طبعا في غير التخصص. لم يدرس في الازهر الشريف والمهندس وبتاع الصيدله والهندسه والطب على راسي. متعلم وباحث ديني وباحث اسلامي على راسي، لكن هناك من هو متخصص افضل منه. وانت رجل متخصص في شؤون الدين وتقر بان هذا الامر ليس واجب. انا لازلت طالب علم مسكين يعني. تقر بان هذا الامر ليس واجب. ولا هو واجب ولا هو محرم. وانما هو بين الوجوب والتحريم، ويعني يتحدث في ذلك وينص به الطبيب المتخصص. بشكر حضرتك الشيخ محمود العبيدي عضو هيئه الاوقاف بالدليليه وامام وخطيب مسجد الجمال بالمنصوره. بشكر بك حضورك ونورتنا. الله يكرمك يا رب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ مصر مما هي فيه.
امين يا رب، وندعو جميعا ان ربنا سبحانه وتعالى ينقذ مصر. اعزائي المشاهدين، نلتقي بمشيئه الله بعد الفاصل. معانا السيد انور البلكيمي، عضو مجلس الشعب السابق، والراي الذي يوجب ختان الاناث. نشوفكم بعد الفاصل. إنسان حلت اغتيال لحقتيها بدون عنوان، حلت اغتيال لحقتيها بدون عنوان. صرخة فقير بلادي لو بس كنت مكاني في حلت اغتيال. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، وضيفنا العزيز اللي مشرفنا النهارده على الهواء مباشرة السيد أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب الأسبق. مرحب بيك. الله يبارك في عمرك. ومنورنا. الله يبارك في عمرك. شيخ أنور، طبعا حضرتك سمعت رأي الشيخ محمود الأبيدي معانا في الجزء الأول من الحلقة حول قضية ختان الإناث، وطبعا يعني ألخص بس ما قاله، أنه هو طبعا يعني ذكر أنه لا يوجد دليل على وجوب ختان الأنثى، لا يوجد دليل على الوجوب، وتناول هذه القضية من وجهة النظر إلى حد ما الشكلية التي ترتبط بشكل الأنثى وبمجرد رغبتها في أن تختن أم لا. حضرتك لك رأي آخر، الرأي الآخر وهو وجوب وحتمية ختان الأنثى. عايز حضرتك تكلمني عن وجهة نظرك وعن حيثيات هذا الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية، ونحن في محنة عظيمة تمر بها البلاد، نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم وصفاته العلى أن يفرج عنا جميعا الكرب. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وصفاتك العلى أن تفرج عن مصرنا الحبيبة ما هي فيه. اللهم ارفع عن مصر الهم والغم والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك يا ربنا ولي ذلك مولاه، وأنت يا مولانا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحقيقة يعني لابد أن نؤصل لأصل في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، أن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله العافية. فلما يعني يقال أو نقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا جميعا أن نسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. ولما نقول في قضية الختان أن الختان بالنسبة للإناث واجب، لا نقول هذا الكلام من عند أنفسنا، بل يعني استدلالا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم في النظر لأقوال أهل العلم من أئمة المذاهب رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم. فأنا يعني أميل أو أقول بوجوب ختان الإناث، لما في ذلك من دليل واضح وعظيم جدا، أن الختان من سنن الفطرة، من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكما تعلم يعني أحاديث كثيرة جدا في أحاديث سنن الفطرة، ومنها حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. أول ما ذكر قال الختان، الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وقص الأظفار. فيعني العلماء قالوا لفظة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، الختان يشمل الذكر والأنثى للرجال وللنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في هذا الباب
كما في سنن أبي داود، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم أيضا وعند السيوطي أيضا، من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما ذكرت قالت: لما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وليست حبيبة، أم حبيبة رضي الله عنها، ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رآها قال: يا أم حبيبة، هل الذي في يديك، يعني هل الذي في يديك، في يديك الآن، في يديك الآن؟ شوف سبحان الله. قالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني، إلا أن يكون حراما فتنهاني. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال، بل هو حلال، ادن مني يا أم حبيبة، اقتربي تعالي حتى أعلمك. الله، إذا فعلت ذلك، هذا الأمر، وكانت مشهورة بختان الإناث يعني، فاخفضي ولا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج، أو أشهى للزوج. هو ده نفس الحديث الذي ذكره الشيخ محمد. هذا الحديث حديث واضح جدا 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 في بيان وجوب الختان، لأن الأمر هنا لم تأتي قرينة أخرى تصرفه من وجوبه إلى استحبابه كما قال الأصوليون. وبناء عليه حصل بين الأئمة خلاف في المسألة، خلاف في المسألة يسمى بين العلماء خلاف سائغ، خلاف سائغ لا يفسد للود قضية ولا يعني داعي أبدا للخلاف. ولكن هذا الخلاف يعني أعتقد أن هو يقلل من مدى وجوب الختان، يعني يكون حضرتك بتقول أن يعني بتعترف بأن هناك خلاف، إذن الوجوب ليس له مجال. هذا كلام عظيم جدا، ولكن لابد أن نؤكد أن هذا الخلاف أستاذ عمرو بيبين لنا أن الذي يقول أن الختان عادة وليس من الدين هذا كلام باطل، والذي يقول أن الختان يعني كل كلامنا ختان للإناث لابد من الرجوع للطبيبة الثقة، نقول له لا انتبه، ده لابد أن نؤصل المسألة ابتداء من الناحية الشرعية. ما هو ده ما حاولت أن أنا أصل إليه مع الشيخ محمود الأبيدي، وهو تأصيل هذا الموضوع من الناحية الشرعية. أحسن. هل أنت مع أم ضد؟ هل أنت توجب ذلك أم تحرم ذلك؟ فأعتقد أن هو ألقى بحمل هذه المسؤولية على عاتق الطبيب المتخصص. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذكر أن هذا الأمر من الفطرة، وقال لها بل هو حلال، وعلمها هنا بقى الطريقة. الطريقة نقول نعم لابد من الذهاب إلى طبيبة ثقة دينة ذات خبرة في المسألة، ده الطريقة، ده أمر آخر، لكن الأصل ابتداء لا يخرج أحد كائنا من كان، لأن شوف عندنا قاعدة كما ذكرها الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين العلم ليس بالعقل ولا الاجتهاد، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، يعني أولى وأجدر نقول الشيخ فلان والأستاذ فلان، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ فلان والشيخ علان يرفع بقدر تمسكه بماذا؟ بالأصل. الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة. لو شفت وطبيب ذاك العالم الرباني خلال كلام مع الشيخ محمود، أنا ذكرت يعني أنا مبدأ عندي بصراحة في الحياة، وهو أن أنا كنت أتمنى أن هو يكلمني من الناحية الشرعية فقط، لسبب أحسنت، أنه لا يمكن أن يتعارض الطب مع الدين. الله أكبر. صحيح، الله لا يمكن. فإذا تحدثت عن أصل شرعي فأنت بذلك تتحدث عن الناحية الطبية أيضا، وتتحدث عن ما إذا كان سيقع ضرر أم لا يقع ضرر على الأنثى، لا يمكن أن يتعارض الدين مع الطب. أحسنت. صحيح الكلام؟ أحسنت. طيب. ولا أي عقل صريح، أي عقل سليم لا يصطدم أبدا مع نقل. طب أبدا الشيخ أنور، معلش يعني أرجو برضو أن أنت تتسع صدرك ليا، لأن أنا في النهاية أطرح قضية لابد أن أطرحها من وجهتي النظر، وهناك مشاهدين يتابعون هذه الحلقة وبالتأكيد لهم رأي، وهناك لهم رأي آخر، فأنا أمثل حضرتك بتمثل رأي، فلابد أن أمثل أنا الرأي الآخر. جميل. فهذا ليس رأيي أنا على وجه الخصوص. جميل. ولكن أنا أمثل رأي آخر مخالف لرأي حضرتك. جميل. فأرجو أن يتسع
صدرك وانك تسمع الراي ده. حضرتك ذكرت ان الختان هو من الخمس خمس الامور اللي هي من الفطره. من الفطره. وبذلك فانت تؤكد على وجوب هذا الامر. اي نعم. صح الكلام؟ اي نعم. طب واذا كان هناك اراء رات ان الختان له اضرار جسيمه على يعني انا عايز حضرتك تجاوبني بما تشاء، ولكن هناك اراء ودار الافتاء ايدت ذلك فان هناك اضرار تقع على الانثى من هذه الاضرار اضرار نفسيه. جميل. فاذا كنت حضرتك بتقول ان ده من الخمس امور اللي هي من الفطره، فاعتقد انه لا يمكن ان يتعارض هذا الامر مع ضرر ممكن ان يقع على الانثى. فكيف توازن بين هذا وذاك؟ اشوف والله استاذ عمر، وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. يعني البيئه المؤمنه، البيئه التي تربت على تعظيم القران والسنه، ستسلم لهذا الامر. وعلى فكره اذا قلنا هذا الكلام في بعض المناطق في مصر المحروسه العظيمه، الناس متدينه بالفطره، اذا قلنا لهم ان النساء لا تتدين وكذا وكذا هم يتعجبوا لهذا الامر، كيف ذلك ونحن تربينا ان الختان للفتاه عفه وطهاره. تمام، انت الناس تتكلم معك بالفطره. فاذا نقول انه اذا كان بس ثانيه واحده عشان معانا مداخله تليفونيه مع الاستاذ الدكتور محمود ابو العزايم استاذ الطب النفسي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمود، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. دكتور محمود، احنا بنناقش بس قضيه اللي هي قضيه ختان الانثى، وهذه أيوة. القضيه بالتاكيد لها بعد نفسي بالنسبه للانثى. ارجو ان حضرتك تدينا بس كده لمحه بسيطه عن هذا البعد النفسي. ختان الاناث عاده قديمه منذ الازل، ولها بعض التاثيرات النفسيه احيانا قد تكون يعني تسبب الصدمه النفسيه لبعض البنات، خصوصا لو تم الموضوع ده في سن متاخر، لان الفزع، القلق، الاحساس ان هيتعمل جزء مضر لجسم الانسان كله، له تاثير نفسي سيء، خصوصا لو تم في بعض الاحياء الشعبيه بدون استخدام المخدرات التخدير، فده كله طبعا له تاثير نفسي، بيعمل فرط نفسيه وبيعمل ما يسمى بوست تروماتيك ستريس ديسوردر او كرب ما بعد الصدمه، فبيعمل مشاكل نفسيه كبيره ومتكرره. يعني ده حاجه لو كانت حاجه طبيه كانت النقابه الاطباء تسمع بيها، ولكن هي حاجه مش طبيه، ودايما بنقول انها عاده مش مطلوبه بطريقه خصوصا في الاناث. دكتور محمود، هل الازمه النفسيه التي ممكن ان تتعرض لها الانثى، هل فقط اثناء اجراء هذه العمليه كنوع من او تنظر لها كنوع من الاعتداء على جسدها، ولا ممكن يمتد هذه الأزمة النفسية إلى ما بعد ذلك؟ ما احنا قلنا اللي بيحصل لها أثناء الأزمة، أثناء العملية أو ما قبل العملية، إنها حاسة إنها هتتمسك، هتتكتف، هيحصل لها حاجة تأثر في جزء من جسمها، هي مش فاهمة بيحصل لها إيه، ليه بتعملوا فيا كده. ثاني حاجة بعدها بيجي لها زي ما قلنا كرب ما بعد الصدمة، ما بعد الصدمة يجي لها مشاكل نفسيه بتبقى متكرره، احاسيس نفسيه دي بتبقى ما بعد الصدمه بتتكرر في فترات الطفوله المتاخره. طيب، وهل ممكن ان تؤثر هذه الازمه النفسيه على علاقتها بالزوج؟ حسب درجه الختان، حسب درجه الختان. لو كان درجه الختان بطريقه جائره احيانا بتاثر عليها في احاسيسها الجنسيه، واحيانا بيجي للبنات خوف شديد من موضوع الجنس بشكل عام، خوف شديد من موضوع الجنس، فده طبعا احيانا بتؤدي الى بعض الاضطرابات النفسيه في الكبر. استاذ دكتور محمود ابو العزايم استاذ الطب النفسي، بشكرك جدا على المداخله دي. اتفضل يا شيخ. والله يا استاذ عمرو، انا طبعا انا مجرد بنطرح اراء، ففي النهايه انت لك راي، فلابد ان يعني ان تصارحنا برايك وان تدلل عليه. لا شوف، احنا كما ذكرنا، انا يكفيني بس ان ذكرنا يعني نذكر حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، كفى لكل مؤمن في قلبه يعني خير يعظم الدليل.
ويعظم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أنا أقول كل الكلام الآن سواء كلام الشيخ محمود أو الدكتور محمود، هذا الكلام سبحان الله تستشعر أنت أن هو في الطريقة الكيفية، يقول لك الطبيبة تجور شوية تؤذي الفتاة تؤثر على الفتاة. يبقى إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة رضي الله عنها ادن مني حتى أعلمك؟ بيعلمنا احنا، يبقى احنا معلش لا نخطئ نحن في طريقة الختان ثم نلوم على الشرع، حاشا وكلا، لا العيب فينا نحن. لا العيب ليس في الشرع، ولكن ربما نقول كيف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو ده الجزء الذي خلقنا فيه. هو الذي أمرنا وأخبر نبينا أن يخبرنا أن الختان مشروع ما بين وجوب واستحباب، مكرومة. حتى العلماء اللي قالوا مكرومة للمرأة، الله شوف اللفظة مكرومة للمرأة. وإحنا لما نقول ده أئمة أفاضل كبار، وأنا أوصي نفسي وكل المسلمين أن يرجعوا سريعا لرسالة عظيمة جدا أيضا للشيخ جاد الحق، علي جاد الحق. طب شيخ وهو شيخ الأزهر في جزئية، معلش أنا عايز أرجو أنك تعذرني، هنرجع لها تمام. بس أرجو أنك تعذرني أن أنا بتستوقفني بعض الكلمات خلال حديثك، فلابد أن أنا أعمل زي ما تقول فوكس عليها كده عشان نوضحها. حضرتك بتتكلم طبعا دلوقتي على وجوب ختان الأنثى، وربطت بين هذا وبين عفة الأنثى، صح الكلام؟ أي نعم. طب وإذا كانت هناك آراء علمية، والله أعلم، يعني أنا حسب ما قرأت، يعني حسب قراءاتي وجدت أن الرابط ما بين هذا وما بين الختان وما بين العفة هو رابط وهمي، بمعنى أصح حسب قراءاتي أيضا إن قال لك إن هناك فرق بين الفكر وبين يعني بين موضع الختان، بمعنى أن الرغبة الجنسية موضعها هو الفكر، يعني الفكر هو الذي يوجه الأنثى أو يوجه أو يولد داخلها الرغبة الجنسية، وهي اللي المفروض هي اللي هي تقريبا العفة اللي حضرتك بتتكلم عليها. فقطع أو بتر هذا الجزء لا يمكن أن يؤثر على الرغبة الجنسية، لأن الرغبة الجنسية مكانها الفكر ومكانها العقل. فرأيك كيف الكلام ده؟ عدم قطع هذا الجزء من الفتاة لا شك سبيل للفكر، إذا حصل احتكاك بملابسها أو برجال وأنت نحن في زمن اختلاط ونسأل الله العافية، يؤثر عليها فكريا ويؤثر عليها في هذا الباب تأثير غير عادي. وأنا أقول أوصي نفسي والمسلمين بالرجوع لهذه الرسالة. لماذا؟ للشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، بعد أن ذكر الأدلة وذكر المذاهب في المسألة. يعني أنت تعلم أستاذ عمرو أن الشيخ جاد الحق رحمه الله قال لو اجتمع أهل مصر أو أهل بلد على ترك الختان قاتلهم ولي الأمر لتركهم شعيرة من شعائر الإسلام وخصائصه. وقال لم نعلم قولا من أقوال أهل العلم المعتبرين سلفا وخلفا قال بمنع الختان للذكور وللإناث سواء، واخد بالك؟ وذكر الأدلة وذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه ذهب لوجوب الختان للذكور وللإناث سواء، ورواية في الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك إلى أنه مستحب مكرمة، تمام؟ يعني عندنا قولان للإمام الشافعي ورواية صح على الأصح للإمام أحمد على أنه واجب. بس حضرتك ربطت هنا في خلال كلامك بالذكر والأنثى. أي نعم. ربطت أنه واجب على الذكر وعلى الأنثى. أي نعم. صح الكلام؟ أي نعم. وإذا كانت هناك أيضا أراء ترى أن الذكر يختلف عن الأنثى في أن يعني في حالة الذكر بيكون هناك غطاء، هذا الغطاء ليس له أي يعني لابد أن يتم إزالته. أحسنت. ولكن بالنسبة للأنثى فإن هذا ليس بالزائد في جسمها، ولكن هذه طبيعة الخلق. لا من الذي جعل العلماء يقولوا بمسألة الوجوب والاستحباب هذه الأدلة الموجودة؟ أقولها لك بشكل آخر، إن هو في حالة الذكر لا يؤثر على رغبته الجنسية، ولكن في حالة الأنثى يؤثر على رغبته الجنسية. خد بالك، إحنا هذه الأمور لابد أن نعلم أنها تعبدية،
يا أستاذ عمرو، نحن مع شرع الله عز وجل لابد أن نسلم تسليما، يعني مفيش مجال أصلا على فكرة، حتى إحنا لو مفيش علة، مسألة العلة التفكير في الجنس أو الإثارة الجنسية، إحنا يجب أن نسلم لأمر الله. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمر لابد أن نسلم بهذا الأمر بلا تفكير، بلا تفكير، ولكن وليس ولا يعني لابد أن نوقن أن هناك حكمة قد تخفى علي العقل أنا المعدود. وبالتالي أنا برضو في هذه الرسالة العظيمة للشيخ جاد الحق في آخرها جاب بحث لأطباء من أمريكا أثبتوا فعلا أن المرأة التي تتم لها عملية الختان بتكون أكثر تهذب شهوتها، سبحان الله، تكون أكثر عفة وتكون أكثر استقرارا من ناحية الاستقرار النفسي، سبحان الله. وقالوا حتى طبيا النساء التي لا تجرى لها هذه العملية، سبحان الله، عرضة للإصابة بالسرطانات أعزك الله في مجرى البول وغيره، لا والجهاز التناسلي، سبحان الله، سبحان الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا خلق الله، الله هو الذي خلقنا وهو الذي أمرنا، فما علينا نحن إلا أن نسلم تسليما لأمر الله. لما نحن بنعارض بتحصل المشاكل دي، وكذلك لما نخالف في طريقة كيف تجرى العملية، العلة هنا في غاية الخطورة، ان مش اي حد فعلا يقوم ايه بها، لو قام بها غير اهل التخصص فعلا قد تحدث المشكلة زي ما حدث الان. لكن انا اوجاء كل مسلم يرى احنا ملايين، يعني نحن لا نأتي على الحالات الشاذة والاستثنائية ونجعلها هي الاصل، نقول ايه ان فتاة مثلا عندها حالة نفسية معينة، نقول هي دي الاصل، بدليل ان ملايين من الحمد لله الطاهرات العفيفات قمنا بهذه الايه. انت تقصد ده ليس القاعدة، ولكن طبعا شواذ من القاعدة. طبعا طب حضرتك في الحديث اللي ذكرته برضو، يعني برضو احب برضو عشان يبقى شيء من التوضيح للسادة المشاهدين، وحضرتك ربطت في الخمسة اللي هم خمس امور من الفطرة، الختان وقص الشارب وقص الاظافر، احسنت، الاظفار، الاظفار، اي نعم، ماشي، طيب، ونتف الإبط. طيب خلينا نتكلم في، نخلي موضوع الختان على جنب ونتكلم في بقية الأمور. أي نعم. الرأي الذي يرى أن الختان يسبب ضرر للأنثى وازن أو 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 فسر هذا الحديث بأن قص الشارب وقص الأظفار وتحت الإبط، لأن كل هذه من فضلات الجسم، من فضلات الجسم، أما هذا الجزء الذي يتم بتره فليس من فضلات الجسم. ده شيء. الشيء الثاني أن الشارب وأن أو أن الشعر والأظفار تتجدد وتنمو من جديد، أما هذا الجزء فلا يمكن أن يتجدد. رأي حضرتك كيف ده؟ بص أستاذ عمرو، تفضل، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال في هذا الحديث العظيم الذي في الصحيحين؟ طب ناخد الإجابة، ناخد الإجابة بعد الأذان العشاء، توكل على الله، ماشي، نطلع الأذان العشاء ونرجع لكم تاني. كل نقطة دم جايز يموت إنسان، حلت اغتيال لحق طيها بدون عنوان، صرخة فقير بدون عنوان، صرخة فقير بلادي، لو بس كنت مكان حلت اغتيال. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد رفع أذان العشاء، وبرجع لموضوعنا، موضوع ختان الإناث، وضيف العزيز السيد أنور البلكيمي عضو مجلس الشعب السابق. قبل رفع أذان العشاء سألت حضرتك سؤال يا شيخ أنور، وهو الربط ما بين الختان وما بين قص الشعر بوجه عام او الاظفار او كده. اي نعم، ان الامور دي قورن بينهم، ان دي من الفضلات، ولكن بتر هذا الجزء من الانثى هذا ليس من الفضلات، كيف ترى ذلك؟ والله نرد ان الحمد لله والصلاه والسلام على الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قال خمس من الفطره؟ واول ما ذكر قال الختان، ومن الذي قال قص الشارب ونتف الابط؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نقبل نتف الابط وقص الشارب ولا نقبل الختان؟ ده هذا اصلا رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول ايه في اللي ممكن يشكك في هذا الحديث؟ لا، ده في الصحيحين، في البخاري ومسلم،
أنا ذكرت لك بالتخريج عشان ومن أجل هذا الأمر. صحيح. حتى لا يخرج أي أحد يقول إن فيه الحديث ضعيف أو فيه كلام، لا، ده في البخاري ومسلم وصحيح متفق عليه أعلى درجة في الصحة، أصح الكلام بعد كلام الله عز وجل. اتفق الشيخان على أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي أعلى درجة كما يقول العلماء الحديث في الصحة. الشيخ أنور، هقول لحضرتك على حاجة، هي المشكلة برضو اللي بتواجهنا كتير جدا أن في أحيان بيكون هناك اختلاف على تفسير الحديث، يقول لك الحديث لا اختلاف على هذا الحديث، ولكن الخلاف على أي ختان وكيف يكون الختان، أو اختلاف على تفسير هذا الحديث بمعنى أصح. لا شك نرجع لأهل العلم، نرجع ابتداء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لأم حبيبة، فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل السلف وكذلك باقي أهل الإسلام إلى يومنا هذا. طب حضرتك، ثم الأئمة، أنا لماذا ذكرت كلاما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وللإمام أحمد رحمه الله وكذلك الإمام أبي حنيفة والإمام مالك؟ من أجل هذا الأمر، حتى لا، كما إحنا عندنا مصادر الاستدلال واضحة وبينة، قرآن سنة صحيحة، صح كده، إجماع قديم، قياس جلي، لا مجال لاجتهادي أنا أو اجتهاد غيري، لأن المسألة الحمد لله واضحة كالشمس في ضحاها. لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنسان نسأل الله السلامة والعافية ليس عنده رصيد. يا شيخ أنور، قلت لي إن خمس من الفطرة، الأمور الخمسة اللي ذكرتها. أي نعم. طيب، خمس من الفطرة، هل هناك حديث آخر يحرم عدم الالتزام بهذه الخمس، هذه الأمور الخمسة؟ لا، ما هو خد بالك، هذه الأمور المذكورة يعني هي خمس وفي من الفطرة، وفي حديث، ولكن أنا لا أرى في هذا الحديث ما يوجب، هي من الأمور الفطرة صحيح، ولكن وجوب وحتمية إجراء هذه العملية، من أين أتيت بهذا الوجوب؟ جميل يا أستاذ عمرو، ما احنا خد بالك هذا الأمر في منتهى الأهمية. أصل كلمة واجب معناها تركه، ما هو بقى في نقطة مهمة، في حديث عليك. آخر أيضا في الصحيح تمام. إن مش خمسة بس، لا، عشر كمان، اللي احنا هنضيف كمان إيه مثلا إيه الطيب، النكاح، خلي بالك، ما احنا برضو وصلنا توفير اللحية، علامة الاستفهام، لما انا عايز ارد على حضرتك في المسألة دي، ان توفير اللحية تمام، وفروا اللحية او اطلاق اللحية ايضا، كل مسألة او كل امر من هذه الامور، في بقى العلماء جزاهم الله خيرا بيقولوا ايه اللي فيه واجب وايه اللي مستحب وايه اللي ليه وقت ما ينفعش ان انا اعديه تمام. بس حسب عيني كعزك الله. على فكرة شيخ أنور، معلش أنا بطرح الأسئلة دي عليك. جميل. عشان طبعا أي حد في الدنيا جميل. هيحب اللي هو عنده مثلا بيحب يتابع في جميل. مواقع التواصل الاجتماعي وكده، هيفتح جميل. النت هيبص إلى الدنيا كلها بتتكلم في اتجاه معين، عشان كده أنا بحب أسير دايما جميل. العناوين دي قدام حضرتك والمنشطات جميل. الرئيسية لهذه القضية جميل. فبحب أقول لحضرتك قلت لي إن في حديث آخر فيه 10 أمور مش خمسة بس. طب نعم. ما احنا وصلنا إلى نفس علامة الاستفهام، وهو إن كلمة وجوب معناها إن ترك هذا الأمر يؤثم عليه. جميل. من الذي يفسر لنا؟ من الذي يفسر لنا؟ وكيف فسرت وجوبية هذا الأمر؟ بيفسر لنا أهل العلم بلفظة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى في هذه المسائل، في هذه الأمور بعينها. يعني ومنها مثلا السواك أيضا مذكور، فبيستدلوا بقى يعني مثلا نضرب مثال في قضية اللحية. نسأل الله أن يأذن لك يا أستاذ عمرو ولكل المسلمين. والله مثلا العلماء لما نظروا في أمر اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنن الفطرة، إطلاق اللحى وقص الشوارب تمام، فقالوا أن الأحاديث الواردة في اللحية جاءت بأسلوب الأمر، وقالوا كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فعندك مثلا أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها إيه؟ افعل، اسلوب أمر تمام. ولكن فقالوا ولكن بإيه؟ فقالوا بوجوب إطلاق الإيه؟ ولكن في المسائل الفقهية هناك فرق بين الفرض وبين السنة طبعا طبعا. واعتقد ان حتى السنه، طب الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هناك حديث برضو ايه اللي هو خذوا عني مناسككم. أي نعم. صح الكلام. أي نعم. وان يعني نتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ولكن صلاه السنه النافله، ترك السنه النافله لا يدخل جهنم، ترك السنه النافله هو امر حميد ان احنا نلتزم به صحيح، ولكن انا بتكلم في الوجوب اللي هو ترك هذا الامر يعاقب عليه او امر يؤثم طبعاً عليه. ما من صيغه الامر، من صيغه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى امر النبي صلى الله عليه وسلم
بهذا الفعل داوم عليه صلى الله عليه وسلم. قال مثلا في السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ذهب العلماء أن هذا الأمر مستحب بدليل لولا، فخلاص لولا دي بتصرف الأمر. أقول لك فمثلا ده أنا بذكر لك فالمسائل الموجودة دي بننظر نحن في أسلوب عرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وبعد ذلك يفسر لنا أهل العلم هذا الأمر إذا كان واجبا فعلينا أن نلتزم، إذا كان مستحبا بس إن حضرتك دلوقتي كان 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 يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يذكر في حديثه لابد أن تختنوا، أن الختان مش عارف أنه أمر واجب، ولكن هو ذكر أنه من أمور الفطرة، أنه من أمور الفطرة، لم يأتي بصيغة الأمر. لا، جاء بصيغة الأمر لما قال لها: بل هو حلال، فإذا فعلت فاخفضي ولا تنهكي. ولا تنهكي. وحتى لو قلنا إذا شرطية، فإذا فعلت إذا قلنا إذا شرطية بنقول أنها إذا هي فعلت، لكن لا شك أن الأمر يبقى على أن الأصل هو الختان، الأصل هو الختان. وما يستدل به العلماء لابد أن نعظمه، يعني الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله في الرواية الصحيحة عنه مستحيل أبدا أن يكون فاهموا هذا الأمر على أنه مستحب ثم قالوا للأمة بالوجوب، مش ممكن، مستحيل. وكمان احنا لو قلنا او ذكرنا العله اللي بدات تظهر لنا، تمام، في عله فعلا ان هذا الامر إن اذا لم تجرى هذه العمليه بتؤثر فعلا على الفتاه وتجعلها اكثر اثاره وعرضه للفتن، نؤكد على هذا المعنى. طب تؤكد على هذا المعنى عشان فاضل اقل من دقيقه على نهايه الحلقه الشيخ انور، فسؤالي يعني سؤالي واضح ومحدد وعايز اجابه واضحه محدده. جميل. في سطر واحد. جميل. لكل من يتواصل مع مختلف الاراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اي حد بيفتح النت بيشوف عباره واحده موجوده على معظم المواقع وهي تجريم وتحريم ختان الاناث، كيف ترد على هذه على هذا الاتجاه؟ يعني سامحني لابد أن أذكر هنا كلاما نفيسا عظيما: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. سبحان الله، كيف يقول على أمر أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، يقول هذه جريمة. كيف ذلك؟ يعني هل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ بما تفسر الله. بما تفسر هذا كلام في منتهى الضلال. بما تفسر ضلال. بما تفسر فتوى الأزهر أو دار الإفتاء التي اتجهت نفس الاتجاه في التجريم. نسأل الله أن يعود الأزهر الشريف العظيم الذي نحبه ونقدره ونحترمه إلى التمسك بالسنة وإلى التمسك بالحق. أنا طبعا يعني أنا سعيد جدا بوجودك معايا النهاردة، شكر الله لك على وجودك معانا، سعدتنا بوجودك. أعزائي المشاهدين طبعا نشكر ضيفنا العزيز السيد أنور البلكيمي عضو مجلس الشعب السابق، أشكرك جدا على حضورك، ونلتقي بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء القادم في 7:30 مساء في حلقة جديدة من برنامج حالة اغتيال، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء.